يقول كلمة بس احنا واجبنا نفهم ما بعد هذه الكلمة. باختصار اقول لك كل واحد كان يراهن على انه ماكو هذا خلاص احنا ماضين للتطبيع، لو تطبيع لو تجويع. لا لا يا انا اقول لكم يا سياسيين ماكو هذا الكلام، ماكو شيء اسمه لو تجويع لو تطبيع، ماكو. جعنا متنا قتلنا تطبيع وتسليم المقدسات الى اسرائيل ذهب هذا انتهى، وسوف يقول التاريخ. هسه التاريخ شلون يريد يتكلم كيف اخليه يتكلم، بس التاريخ صدقوني من هاي الكلمة، التاريخ سوف يقول بأن هسه راح ننسب وننشتم لكن أنا ما يهمني هذا باوع. سوف يقول التاريخ مرجعا شيعيا أدان التطبيع وأدان الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعا سنيا في المملكة العربية السعودية صمت ولم يتكلم عن هذه الجرائم التي تقترف. هذا تاريخ ما راح يرحم أحد. وكل واحد يطلع سياسيين، هذول السياسيين العراقيين يطلع يتغنى بأمجادهم ويقول داعش داعش أرحمنا من الحشد. شوف الإمام السيستاني ليش ذكر داعش؟ لأن داعش اغتصب البنات الأزيديات، وبسبب داعش احنا انشتمنا كمسلمين في منظمات المجتمع الدولي، قال هذا المسلمين سووه. داعش اللي قتل الأزيديين وطمهم هم أحياء، داعش اللي هدم الكنائس، داعش اللي ذبح المسلمين السنة والشيعة وغيرهم. جرائم داعش ما تغتفر. لا تطلع بالتلفزيون تصير محمد علي كلاي وتقول لا داعش أرحمنا من فلان ومن علان ومن غيره. استحوا، شوفوا هذول العظماء، شوفوا الإمام السيستاني لأنه عظيم يعرف ماذا يقول، يعرف ماذا يتكلم. تعال يا بابا يا أخونا يا عزيزنا يا ضيفنا أهلا وسهلا، بس انتو هذه جرائم داعش من وقفها؟ وقفتها الفتوى، فتوى الجهاد الكفائي. من وقفها؟ وقفها ابو مهدي المهندس لما لملم امراق العراقيين بالوقت اللي بعض الساسة حضروا جنتهم وراد يشردون من بغداد. هذه